أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء وهو قوله: اللهم أي مؤمن شتمته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة؟ نعم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بشر، قد يغضب وقد ينتهر بعض الناس، يرفع صوته عليه، يغضب عليه، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، فهو طلب من ربه هذا الدعاء العظيم. نعم.